تعمق في هذا المجال. شفنا لك تصريح قلتي أنا ممثلة العراق الأولى في الإغراء. اليوم أنا والمشاهد حاب أفهم موضوع الإغراء اللي من خلال اللبس، من خلال مشهد معين، إيحاء معين، هو شنو الإغراء أصلا؟ أقول لك هو عندنا إغراء إحنا؟ الله يسألي روحك. لا هسا أنا دا أسألك، عندنا إغراء بالتلفزيون العراقي؟ إثارة من ذاك الزمن لهذا الزمن. كيف ممكن صرحتي؟ أكو مشاهد اللي تطلع بسيت النوم، ممكن تطلع بأتق، هاي بأفلام السكرين اللي قبل التسعينات همين. خوش. أنا دخلت بالتسعينات، أنا ممثلة جريئة لكن ليست ممثلة إغراء. يعني المشكلة مدى يفتهمون الشعب أو الجيل الجديد بأنه أكو فرق بين الإغراء وبين الجرأة. أنا ممكن أغريك هسا أنا قاعدة بهاي الفتحة، ممكن أغريك بضحكة، ممكن أغريك بقعدة، لكن إحنا ما وصلنا مثل المجتمع اللي برا واللي مصر واللي غير دول منفتحة أكثر من عندنا. طيب. الإغراء ما أعرف إلا نايمة وياه بفراش واحد. إحنا حتى هاي المشاهد قام يقطعون بيها ويشيلوها على هذا حرام وهذا ما يطلع، وتصور قبل رمضان مشاهد قاسية جدا ومتعبة جدا، يجون برمضان طب شالوها. لعد ليش صورتوها؟ ليش خليتوا الممثل يتعب والممثل المقابلة يتعب ويبذل جهد حتى يطلع شيء زين وصورة جميلة، بعدين تجون تقصوه وتشيلون المشاهد؟ في مشاهد من ميلاد السري قصوها لين اجى رمضان وما يرهم. اي شالوها، يعني مسلسل حفر الباطن اطلع مطربة بديعة السمرة، هواية مشاهد بالملهى، المشاهد الملهى لانه انا اغني بها هناك، ثلاث ارباع انشالت. زين انت ليش تخلي الممثل يتعب ويوصل الى مرحلة يبذل جهد وتعب وحر وتالي متالي جيت تقصه برمضان، وانت تعرف برمضان مثلا هاي مسلسل، ليش الممثلة مصر او غير مصر او الكويت او غيره او الخليج العربي قام يطلعون المشاهد اللي موجوده بالبارات ومشاهد بالملاهي تطلع ضمن المسلسل؟ لان هي حكايه، اكو خطوط. احسنتي. زين انت ليش تخلي الخطوط تمشي وتصور وبعدين هناك تشوف اكو قطع؟ طيب هذا رايك ان شاء الله، اكيد رايك. لا هو هذا الراي موجود بس المن تحكي.